لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر زاد المعاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: ولما قتل الله أشراف قريش ببدر ورأس فيهم أبو سفيان، جمع الجموع وأقبل بهم إلى المدينة، فنزل قريبا من أحد، وكانت وقعة أحد المشهورة. إذن الكلام هنا عن غزوة أحد، ولذلك فحديثنا هو فصل عن غزوة أحد. قال: لما قتل الله أشراف قريش ببدر، معلوم أنه في بدر قتل يعني جميع أشراف قريش تقريبا ورؤوسهم. قال: ورأس فيهم أبو سفيان. أبو سفيان لم يكن هذا وقته أن يترأس، لكن لما قتل جميع أشراف قريش آل الأمر إلى أبي سفيان. جمع الجموع وأقبل بهم إلى المدينة، فنزل قريبا من أحد. لما رجع المشركون بعد بدر وقد يعني اشتعلت نار يعني أو غيظهم من هزيمة بدر، جعلوا يعني طوال هذه المدة يعني بين بدر وأحد يجمعون الأموال ونحو ذلك لأجل غزو المسلمين في المدينة. فلما كان العام الذي بعده جاء أبو سفيان ومعه بجيش كبير قوامه 3000 مقاتل، 3000 مقاتل، ومعهم النساء، ومعهم النساء يعني صحب أكثرهم النساء، وهذا لأجل أن يحمسوهم ولأجل أن يدافعوا عنهم ولا يرجعون. ولذلك أقبلوا في هذا الجيش الكبير يريدون غزو المدينة. قال: فنزل قريبا من أحد، يعني نزل الجيش المكي قريبا من منطقة أحد، ومنطقة أحد هذه تبعد عن المدينة يعني مسافة يعني في زماننا الآن مثلا نحو يعني 10 دقائق مثلا سيرا أو نحو ذلك، يعني نصف ساعة 10 دقائق يعني بين منطقة أحد والمدينة التي يعني هي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن. وكانت وقعة أحد المشهورة. قال: واستعرض الشباب يومئذ. طيب، قبل ما يعني نسير مع الكلام هنا، في الحقيقة لابد من عبارات كان ينبغي على المختصر أن يذكرها ولو مختصرة، وإن كان هو اختصر اختصارا شديدا. قال: وكانت وقعة أحد المشهورة، واستعرض الشباب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعرض يومئذ الشباب. هنا انتقل بالكلام مرة واحدة إلى أرض المعركة، إلى أرض المعركة أو الخروج للمعركة، لكن سبق ذلك بعض الأمور، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه مخرج قريش شاور أصحابه صلى الله عليه وسلم وجمعهم في الأمر، وكان رأيه صلى الله عليه وسلم في أحد ألا يخرج عن المدينة، وأن يقاتلهم صلى الله عليه وسلم من داخل المدينة، على أن يلقاهم الرجال على أفواه الأزقة والطرقات، والنساء من فوق أسطح البيوت، وهذه تسمى في التعبير المعاصر بحروب العصابات، هذه أصعب. يعني أنتم ترون مثلا القوات الكثيرة جدا الكبيرة جدا تخاف من حروب العصابات، يعني مهما كان معها من طيران، مهما كان معها من قوات ونحو ذلك، لكن الحروب البرية يحسبون لها حسابا، ولا سيما إذا كانت هذه الحروب البرية داخل أماكن لا يعرفونها، جبال يعني طرق ونحو ذلك، لا يعرفون طبيعة هذه الطرق فيخافون منها.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى هذا الرأي، وهو عدم الخروج للمشركين، وإنما البقاء في المدينة وأن يقاتلوا المشركين وهم في المدينة، على أن يكون الرجال على أفواه السكك والطرق ونحو ذلك، والنساء من فوق أسطح البيوت بالأحجار وغير ذلك، فعند ذلك يكون يعني هذا يعني أوقع لهزيمتهم. لكن كان هناك رأي آخر، وهو رأي طائفة كبيرة من الشباب أو غالب الشباب إن لم يكن الشباب كلهم، مع بعض يعني الذين لم يخرجوا يوم بدر، الذين لم يدركوا بدرا، فهؤلاء تحمسوا للخروج وقالوا لا يدخلونها علينا، وتحمسوا للخروج، فكانوا هم أكثر عددا، كانوا هم أكثر عددا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة يرون الرأي الأول، وكان كذلك المنافقون يرون الرأي الأول. معلوم أن عبد الله بن أبي بن سلول أسلم بعد بدر، بعد بدر لما حصلت معركة بدر دخل في الإسلام ظاهرا، هو ومن معه من المنافقين، وكان رأيهم على نفس رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فلما يعني أكثروا يعني الرأي على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم المخالفون، نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم، نزل على رأيهم صلى الله عليه وسلم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس ملابس الحرب واستعد لذلك. فاجتمع الناس وقالوا أكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي لا يريده، فجاءوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس ملابس الحرب. فلما قال له ذلك قال ما كان لنبي أن يخلع لأمة الحرب بعد إن لبسها إلا أن يقاتل، وهذا حكم شرعي سيأتي الكلام عليه في الفوائد. وإلا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الكتاب تميز بميزة عن غيره في ذكر مثلا بعض أحوال من السيرة ونحو ذلك، هو لا يسرد السيرة سردا ككتب السيرة، إنما هنا يقف على الفوائد والحكم أكثر من السرد، أكثر من السرد. ولذلك سنجد أنه في الفوائد يذكر فوائد كثيرة جدا وحكم يعني كثيرة جدا. نعم. قال ومما أيضا يعني في الحقيقة يذكر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما استعد ولبس ملابس الحرب وتجهز، رأى في منامه، وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الليلة، رأى في منامه صلى الله عليه وسلم رؤيا، وهي أنه رأى صلى الله عليه وسلم في سيفه ثلمة، رأى في سيفه ثلمة، ورأى في ورأى بقرا يذبح، ورأى بقرا يذبح، ورأى أنه أدخل يده في درع حصينة، يعني رأى في المنام هذه المشاهد الثلاث. فأولها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الثلمة في سيفه، الثلمة يعني كسر في سيف النبي صلى الله عليه وسلم، أن الثلمة في سيفه أنه يقتل رجل من أهل بيته في هذه المعركة، وأن البقر الذي يذبح أن نفرا من أصحابه يقتلون في هذه المعركة، وأن الدرع الحصينة هي المدينة، أن الدرع الحصينة هي المدينة. وقد وقع سبحان الله هذا المنام وقع كما هو. قال واستعرض صلى الله عليه وسلم الشباب يومئذ فرد من استصغره عن القتال، فرد من استصغره عن القتال، منهم ابن عمر وأسامة وزيد بن ثابت وعرابة بن أوس وغيرهم في الحقيقة، يعني مما لم يذكره هنا، يعني كالبراء بن عازب وحكيم بن حزام، هؤلاء ردهم النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا تحت سن البلوغ، الصحابة دول كانوا لسه تحت سن البلوغ. نعم. وأجاز من رآه مطيقا، يعني وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم للقتال من رآه مطيقا، يعني يقدر على القتال. قال
منهم سمرة بن جندب ورافع بن خديج ولهما 15 سنة. فقيل أجاز من أجاز لبلوغه بالسن 15 سنة، ورد من رده لصغره عن سن البلوغ. وقالت طائفة يعني من العلماء أجازهم لطاقتهم ولا تأثير للبلوغ وعدمه في ذلك. قالوا وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر فلما رآني مطيقا أجازني، يعني مسألة يعني فقهية كذا لطيفة بيذكرها ابن القيم، إن العلماء انقسموا إلى فريقين. فريق قال هو لم يجز بعض الصحابة الصغار لأنهم لم يكونوا قد بلغوا الحلم فلم يجزهم، وبعض العلماء قالوا لا، بل المعتبر هنا طوق القتال وليس البلوغ، فمن رآه مطيقا منهم للقتال أجازه ولو لم يكن بالغا، ومن رآه لا يطيق القتال ولو كان بالغا. فالعبرة بماذا؟ بالطوق. وهذا الرأي والله أعلم أقرب، والله أعلم هذا الرأي أقرب. وإلا فقول ابن عمر فلما رآني مطيقا أجازني، هنا على فكرة العبارة دي اختلف العلماء حتى في تفسيرها. بعضهم قال هذا يوم أحد، إنه هو لما رآه مطيقا أجازني، وده ضعيف جدا الرأي ده. والصحيح أنه فلما رآني مطيقا أجازني ده كان يوم الخندق، ده كان يوم الخندق. نعم. فخلاصة يعني الكلام أن الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون على الخروج للقتال في سبيل الله، حتى الصغار منهم يعني يبكون ويحزنون لعدم خروجهم في القتال في سبيل الله عز وجل. حتى ذكر بعض أهل السير أن واحدا من هؤلاء الصبية رضي الله عنهم أجمعين لما وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز رافع بن خديج فقال يا رسول الله ولكني أسرع رافعا، قيل إنه سمرة وقيل آخر، ولكني يا رسول الله أسرع رافعا، يعني هو لم يجز هذا وأجاز رافعا. فقال هذا لعله سمرة أو غيره، قال يا رسول الله ولكني أسرع رافعا، يعني أنا ده أنا بضرب رافع ده وما تجزنيش أنا وتجزه هو. فتصارع فصرع رافعا فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذكر قصة الأصيرم وكلام أبي سفيان على الجبل، بيقولها اختصارا طبعا. ثم ذكر قصة الأصيرم، يعني المختصر بيقول ان ابن القيم ذكر يعني قصة الأصيرم. من الأصيرم؟ الأصيرم هذا رجل يسمى عمرو بن ثابت، عمرو ابن ثابت، وهذا من بني عبد الأشهل، من بني عبد الأشهل، وقد أبى الإسلام لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم. هذا الرجل أبى الإسلام اللي هو الأصيرم هذا، أبى الإسلام وظل كذلك إلى أن خرج المسلمون إلى وقعة أحد، إلى أن خرج المسلمون لوقعة أحد. فلما كان يوم أحد ألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه الإسلام، سبحان الله، ربنا ألقى في قلبه الإسلام في هذا اليوم بعدما خرج المسلمون، فلحق بالمسلمين عند أحد أثناء المعركة، أثناء المعركة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما تعلمون كان صلوات الله وسلامه عليه لما وصل إلى أحد تحصن بجبل أحد من وراء ظهره، وجعل الحرتين عن يمينه وشماله أيضا كحصون عسكري، وصارت المواجهة للجيش المكي عندما يدخل إلى أرض المعركة، إلى أرض المعركة. لو احنا حاولنا يعني تقريب المشهد، لو افترضنا أن دي ساحة المعركة في أحد، لو افترضنا ذلك يعني ساحة المعركة في أحد، لو قلنا أن هذا جبل أحد هذه الجهة، النبي صلى الله عليه وسلم تمركز هنا في هذه المنطقة بالمسلمين وجعل الجبل ظهره، وكانت الحرتان على يمينه وشماله وعليه، فلا يأتي الجيش المكي من جهة الإيش الحرتين اللي هي الحرة الأرض الصخرية، لا الصخرية شديدة الوعورة، يعني المشي فيها صعب.
فلا بد أن يأتي الجيش من الجهة الإيش الرابعة. ولما كان المسلمون هنا وكان هذه حرة وهذه حرة، كان في مدخل المكان هذا، في مدخل هذا المكان جبل صغير، هضبة هضبة صغيرة تشتهر عند الناس في هذه الأيام بجبل الرماة، بجبل الرماة، هضبة صغيرة كده، جبل صغير. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أو 50 من المسلمين أو من الرماة بالتحديد أن يكونوا على هذه الهضبة، وأنهم يبقوا عليها ولا ينزلون عنها ولو انتهت المعركة، حتى أنه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ولو رأيتم الطيرة تتخطفنا، يعني لو متنا وقتلنا وفي الأرض إحنا لحمنا بتاكلها الطير ما تنزلوش من مكانكم. فلما دخل المشركون إلى أرض المعركة عليهم المسلمون يعني رميهم من فوق هذا الجبل، فقتلوا فيهم مقتلة عظيمة، وكان النصر للمسلمين في ساعة، في أول النهار، في ساعة في أول النهار، كما قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. والحس القتل الشديد، إذ تحسونهم بإذنه، قتلهم المسلمون في أول ساعة من النهار. وكان للرماة اليد البيضاء في القتال واليد الطولة في ذلك. فلما ولى المشركون وانصرفوا، حتى ترك بعضهم نساءهم من ورائهم، حتى قال أنس: رأيت نساء المشركين وقد تركهم الرجال، يعني وهن يعني في فرار، يرفعن سوقهن حتى بدت يعني خوادم سوقهن ونحو ذلك. الغرض يعني أنهم لما انسحبوا كما تعلمون وفر المشركون، وقد قتل منهم في ساعة واحدة 70 من المشركين وفروا، ظن الرماة أن المعركة قد انتهت، فنزل أكثرهم يريد جمع الغنيمة مع إخوانه، وبقي على الجبل قلة مع القائد وهو عبد الله بن جبير، وهؤلاء القلة لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. ففطن المشركون الذين ولوا، يعني لو احنا افترضنا بقى ان الارض المعركة، احنا قلنا جبل احد من هنا والحرتين، وده مدخل للمشركين والهضبة هنا. لما ولى المشركون وراحوا بعيد شوية، فلما نزل الرماة فطن المشركون لذلك، فالتفوا من وراء الهضبة هذه وصعدوا الهضبة نفسها، صعدوها وقتلوا البقية الباقية، وكانوا قلة 5 أو 7، قتلوا البقية التي على الجبل وعلوا الجبل. صار الآن سلاح الطيران بالتعبير العصري في يد المشركين، وعليه في ساعة أيضا قتلوا من المسلمين 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل طبعا ارتباك شديد جدا في المعركة أو في أرض المعركة، ولا سيما وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد يعني رأوا أن المعركة قد انتهت، وهم يجمعون الغنائم، فجأة وجدوا من فوق رؤوسهم ومن حولهم الجيوش تقتلهم، ولذلك حصل اضطراب شديد جدا. ما الذي يحدث؟ اضطراب شديد جدا، ولذلك كثير منهم ولى رضي الله عنهم، ولى بعضهم فر إلى الجبل، يعني على الوصف اللي احنا وصفناه، فر إلى الجبل، طلع جبل أحد. جبل أحد ده عبارة عن مجموعة تلال، مش جبل واحد، عبارة عن تلال تلال كده. فبعضهم فر إلى الجبل، وهو فيه قول الله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني مشغولين بالفرار. وبعضهم فر إلى المدينة، دخل المدينة، وبعضهم قعد عن القتال مهزوما. ولذلك حصل ارتباك شديد جدا، كان على إثر ذلك أن قتل يعني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يعني وقت يعني قصير جدا. نعم. أما قصة الأصيرم هذا، فكما ذكرنا أن الأصيرم هذا ألقى الله الإسلام في قلبه بعد خروج المسلمين لأحد، فخرج فلحق بالمسلمين وهم في أحد، فأدركهم في وقت الثغرة، سبحان الله العظيم، أدركهم في وقت الثغرة التي حدثت، فقتل رضي الله عنه مع من قتل، سبحان الله العظيم. فلما انتهت المعركة، فجعل بنو عبد الأشهل يبحثون في القتلى،
كل واحد بقى بعد المعركة ما انتهت بيدور على الجرحى والقتلى ونحو ذلك. فبنو عبد الأشهل بيدوروا على قتلاهم وجرحاهم، وبنو كذا يدوروا على قتلاهم وجرحاهم ونحو ذلك. فبينما بنو عبد الأشهل يبحثون عن جرحاهم وقتلاهم، وجدوا هذا بين القتلى، فقالوا هذا الأصيرم ما جاء به، يعني ده ما أسلم، ما جاء به. في بعض الروايات أن رجلا أدركه وهو في رمقه الأخير من الأنصار، وهو في رمقه الأخير، فقال يا أصيرم ما جاء بك؟ أجئت حمية لقومك أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام. سبحان الله العظيم. فلما مات رضي الله عنه جاءوا فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم خبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة، هو من أهل الجنة. قال أبو هريرة ولم يصلي لله صلاة واحدة. سبحان الله العظيم. فهذه قصة يعني الأصيرم هذا. قال وكلام أبي سفيان على الجبل، يعني وذكر كلام أبي سفيان على الجبل. إيه هو كلام أبي سفيان على الجبل؟ أبو سفيان بعد ما المعركة انتهت والمشركون قتلوا من المسلمين يعني من قتلوا، وأحدثوا في المسلمين في الحقيقة يعني مفسدة كبيرة جدا، وكان ما كان من هذا الأمر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يقتل صلوات الله وسلامه عليه، وقد سعى المشركون لقتل النبي صلى الله عليه وسلم سعيا حثيثا، حتى أنه اجتمعوا عليه من كل مكان، وقد يعني فر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الناس من حوله في أول الثغرة ما حصلت، حصل ارتباك شديد جدا. فلما كان ذلك اجتمع المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله، لكن سرعان ما يعني آل يعني كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم أبي بكر وعمر وطلحة رضوان الله عليهم وكثير من الصحابة، حتى قتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم 10 رجال، 10 قتلوا هم محصنين النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وكل السهام والرماح نزل في هؤلاء القوم، حتى أن بعضهم جعل ظهره ترسا للنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى به السهام والرمي ونحو ذلك. وطلحة رضي الله عنه ابن عبيد الله جعل يعني يتقي السهام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، حتى شلت يعني يده رضي الله عنه في هذا اليوم من شدة وكثرة يعني الرمي والذي كان يعني يرده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت المعركة على هذا النحو، وكان ما كان من الأمر الذي حدثت به الهزيمة بعد النصر، وقف أبو سفيان وهو في زهو ويعني كبر يقول هذه الكلمات. قال وكلام أبي سفيان على الجبل، وهي ما روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال أشرف أبو سفيان، قال أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم. أشرف يعني وقف على جبل صغير كده وجعل يقول هذه الكلمات، أفي القوم محمد، يعني بينادي فيهم في المسلمين، يعني بيقول لهم أفيكم محمد بصوت عالي بقى في المسلمين، والمسلمين طبعا فيهم جراحات شديدة جدا وفي حالة من الارتباك الشديد جدا والاضطراب. أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. قال أفي القوم ابن أبي قحافة؟ مين ابن أبي قحافة؟ أبو بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. فقال أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. قال إن فقال إن هؤلاء قد قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. ده أبو سفيان بيقول لقومه يعني إن هؤلاء قد قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. قال فلم يملك عمر نفسه، فقال كذبت يا عدو الله، أبقى الله تعالى لك ما يخزيك ويسوءك. عمر ما مش قادر باقي، ولذلك هات على كلام إن شاء الله. قال أبو سفيان اعلو هبل، اعلو هبل، نشوة يعني نشوة نصر بن زعوم والعياذ بالله.
ونوع من الكبر ان هو فاكر انه يعني قضى على المسلمين. فقال ابو سفيان: اعلوا هبل، اعلوا هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجيبوا. هناك قال لا تجيبوا، هنا قال اجيبوا. في بعض الروايات قال: الا تجيبوا؟ فقالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله اعلى واجل. هو بيقول لكم اعلوا هبل، قولوا له الله اعلى واجل. فقال ابو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال ابو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. بيقول لهم انتوا كسبتونا مرة واحنا كسبناكم مرة، يعني والحرب سجال يعني سواء يعني. فأجابه عمر: لا سواء، لا لا مش مش زي مش سواء ولا حاجة، مش انتوا مرة واحنا مرة. ولماذا؟ لأن هناك فرق. قال: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم قال أبو سفيان: ستجدون مثله لم آمر بها ولم تسؤني. هنا في الحقيقة يعني كلام للعلماء حول هذا، وابن القيم أجاد في هذا يعني المعنى. فابن القيم قال: فأمر بجوابه عند افتخاره بآلهته وشركه تعظيما للتوحيد وإعلاما بعزة إله المسلمين، ولم يأمرهم بإجابته أو نهاهم حين قال: أفيكم محمد، إلى آخره، لأن كلمهم لم يبرد بعد في طلب القوم ونار غيظهم متوقدة. فلما قال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم، حما عمر. يعني ابن القيم يقول إنه إيه الفرق هنا، إن النبي صلى الله عليه وسلم في الأولانية قال لا تجيبوا، وفي الثانية قال ألا تجيبوا. فالثانية لأن قضية التوحيد هي القضية الأعظم، وبقاء التوحيد وبقاء الدين هو أعظم شيء في حياة المسلم، ولذلك هنا لا الأمر لا يحتمل السكوت. فلما وقف هذا يقول: النصر للشرك، النصر للكفر. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا له: لا، بل النصر للتوحيد. هذا مجمل يعني المعنى. أما لما سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فهذا أمر كبير لكنه يحتمل. لماذا؟ قال ابن القيم: لأن كلمهم لم يبرد بعد في طلب القوم. كلمهم يعني جرحهم، المشركين جرحهم كبير جدا، 70 في المعركة الأولى و70 في المعركة الثانية، وخسارة كبيرة جدا، فعندهم غيظ شديد جدا على المسلمين. ففي هذا الوقت والمسلمون كذلك في جرح عظيم وجراح عظيمة، ففي هذا الوقت الأفضل للمسلمين عدم الإيش؟ المواجهة والآن والصدام، لأن الأمر في يعني شدة وفي محنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوهم يعني يقولون ما يقولون، ولا يعني تثيروهم على أن يعني يكونوا في حمية للقتال أكثر من ذلك. وهنا أيضا يعني وقفة في الحقيقة أيضا مهمة، وهي كما يقول العلماء أيضا في تحليل هذه الجزئية من هذا الجزء من غزوة أحد، يقولون في هذا المعنى أهمية حفظ الرؤوس، أهمية حفظ الرؤوس وحفظ الرموز. فالرموز هؤلاء هم راية الدين، الرموز راية الدين، وإذا سقطت الراية سقطت القوة. ولذلك الشيطان الذي يأمر أبا سفيان يبحث عن ذلك، أبو سفيان يقول بكلام الشيطان الذي يوحي إليه ذلك. أبو سفيان ما سألش ليه عن أي حد في الصحابة، وسأل عن الثلاثة دول تحديدا، لأن هؤلاء هم رموز المسلمين، ولأن هؤلاء لو زالوا في هذا الوقت لربما انكسر المسلمون ولا تقوم لهم قائمة بعد ذلك. ولذلك هذا المعنى يقول فيه العلماء أن فيه أن أهل الكفر وأهل الباطل دائما يحرصون على تحطيم الرموز، تحطيم الرؤوس وكسر الرؤوس، لأن الرؤوس إذا انكسرت انكسر الجسم خلاص، الجسم من غير رأس لا يكون له أي فائدة. ولذلك أبو سفيان يسأل عن ثلاثة معينين:
أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ طيب لو محمد قتل، ما اكتفاش بذلك، محمد لو قتل ممكن أبو بكر يقوم بالإيش؟ بالمهمة. أفيكم ابن أبي قحافة؟ ما اكتفاش كذلك، لأنه ممكن عمر. أفيكم عمر؟ طب أنت تقول طيب ما جاش بعد منهم واللي بعد منهم واللي بعد منهم، لأن دول هم الرموز يومئذ، هؤلاء هم الرموز يومئذ، هؤلاء هم الرؤوس يومئذ. ولذلك حفظ الرؤوس حفظ للدين، حفظ الرموز حفظ للدين، وزوال الرموز أو تحطيم الرموز تحطيم للدين. ولذلك هذه طريقة المنافقين والعياذ بالله في الحرب على المسلمين، السعي في تحطيم ماذا؟ تحطيم الرؤوس وهدمها. ولذلك انت لا تعجب، ده تاريخ طويل، تاريخ طويل جدا، بدأه عبد الله بن أبي بن سلول الذي يوم خرج مع المسلمين في غزوة تبوك جعل هو ومن معه من المنافقين يقولون ماذا؟ ما رأينا أعظم بطونا من قرائنا، ولا يعني أكثر أكلا للسحت منهم ونحو ذلك. هو هذه الكلمة اللي بيقولوها هم مع بعضهم هم ماشيين في الطريق، وبيقولوها ممكن كمان يكونوا زي ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب، ده احنا بنهزر، ده احنا بنهزر واحنا ماشيين، فبنهزر بقى بنقول ده فلان ده من حفظ الحفظة، ده بطنه كبيرة، ده فلان ده بياكل كتير قوي 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 ونحو ذلك. هذا كله كان يريدون منه ماذا؟ هدم الدين بالكلية، هدم الدين بالكلية. لماذا؟ لأن هدم القراء هدم للإيش؟ للقرآن الذي يحملونه. إذا كانوا القراء بناس بطونهم كبيرة وبيأكلوا سحت، يبقى ما يقرؤونه فيه شك، ولذلك الناس تشك عند ذلك. وعليه هذه طريقة المنافقين التي رسخها المنافقون والعياذ بالله، وصار عليها أهل الباطل في كل زمان. إذا أرادوا أن يكسروا دعوة، إذا أرادوا أن يكسروا كيان أو هيكل، يكسروا مين الأول؟ الرؤوس على طول. كسرت الرأس خلاص يضيع الجسم بعد ذلك. ولذلك من الحقيقة الحمق الشديد جدا والفساد العظيم جدا أن تجد أحيانا كسر الرؤوس يأتي من أين؟ مش من المنافقين، ده من داخل الإيش؟ من داخل الصف نفسه يكسر الرؤوس نفسها، وخصوصا أنه ممكن مع نعرات الغربية التي انتشرت بعد ثورة يناير، النعرات الغربية إياها حرية الرأي والتعبير، كل واحد يقول اللي هو عايزه في اللي هو عايزه، وكل واحد ينتقد زي ما هو عايز. هذه نعرة غربية وليست معاني إسلامية. عندنا الرؤوس ولو أساءوا، فيجب علينا ماذا؟ الحفظ لهم حتى ولو أساءوا، يجب أن نحفظهم ونستر عوراتهم لأجل أن يبقى ماذا؟ يبقى الكيان كله، لأن سقوط الرؤوس إسقاط لكل الكيان بالكلية، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أبو سفيان جعل يسأل عن هؤلاء الثلاثة، لأنه في نظره إذا كان هؤلاء الثلاثة غابوا فضاع الدين وضاع المسلمون عند ذلك. قال فلما قال كفيتموهم، يعني لما قال أبو سفيان أما هؤلاء فقد كفيتموهم، يعني خلاص محمد مات وأبو بكر وعمر، فالباقيين دول خلاص ما تقلقوش بقى، أما هؤلاء فقد كفيتموهم. قال حمي عمر وقال كذبت يا عدو الله. قال ففيه من الشجاعة والتعرف إلى العدو في تلك الحال ما يؤذن بالبسالة، وأنه وقومه جديرون بعدم الخوف، فكان في جوابه من الغيظ للعدو والفت في عضده ما ليس في جوابه. الفت هي عندكم قلق، عندكم في مهموزة بألف بهمزة عليها، لا ما فيش همزة، الفت دي ألف لام، الفت يعني الإضعاف والتكسير. قال والفت في عضده يعني تكسير قوة المسلمين. قال فكان في جوابه من الغيظ للعدو والفت في عضده، يعني ان جواب عمر يكسر يعني قوتهم، ما ليس في جوابه حين سئل عنهم.
فترك الجواب الأول أحسن وذكره ثانيا أحسن. وأيضا ففي ترك إجابته إهانة له. يعني إن الإمام ابن القيم بيقول يعني إن ليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمرهم إن هم ما يردوش عليه في المرة الأولانية لما قال فيكم أبو بكر فيكم عمر ونحو ذلك، نوع من عدم يعني إزعارهم على المسلمين أكثر، كذلك أيضا نوع من الإيش؟ من الإهانة والإهمال. لأنه أحيانا من العلاج لبعض الأحوال نوع من الإيش؟ الإعراض عنها حتى ولو كانت فيها إساءة، فالإعراض عنها ربما يكون هو العلاج. قال: فلما منته نفسه موتهم، يعني أبو سفيان، وحصل له من الكبر والإعجاب ما حصل، كان في جوابه إهانة وإذلال، فلم يكن مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا. يعني عمر ما خالفش النبي صلى الله عليه وسلم لما جاوب، لما قال اعلوا هبل، لما قال آسف أما هؤلاء فقد كفيتموهم، فعمر رد في هذه المسألة. وهذا لم يكن مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو أطاع النبي صلى الله عليه وسلم في الأول لما قال لا تجيبهم، لكن هنا رد لأنه رأى أن الإهانة أكثر تكون في هذا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه. ثم انتقل إلى قال: فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام. وهو ذا كتاب مختصر زاد المعاد، كتاب زاد المعاد أو مختصر زاد المعاد، هو ليس كتاب سيرة لكنه كتاب يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تذكر في السيرة مختصرة، ويتعلق بها ما يتعلق بها من الفوائد كالأحكام كالحكم نحو ذلك، فيذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها. والحقيقة غزوة أحد هذه الغزوة من أكبر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، تحتاج مدارسة. يعني أعظم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بدر، لكن أكبر غزوة فيها دروس هي غزوة أحد، فيها دروس كثيرة جدا وأحداثها يعني كثيرة جدا، وتعلق بها أحوال كثيرة جدا. يعني على سبيل المثال أيضا مما فاتنا أن نذكره، أن المنافقين لما خرج المسلمون إلى أحد، فلما خرجوا من المدينة في الطريق ما بين المدينة إلى أحد اللي هو ما يستغرقش 10 دقائق ولا نص ساعة حتى، المنافقين أرادوا أن يفروا، فماذا يفعلون؟ ففي الطريق جاء عبد الله بن أبي بن سلول واصطنع مشكلة، اللي احنا بنسميها بالتعبير العام عندنا بيتلكك يعني، واصطنع مشكلة، وهي إنه جعل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تسمع لهؤلاء الشباب وتترك رأيي؟ كيف تنزل لرأي هؤلاء الشباب وتترك رأيي وتطيعهم وتعصيني وكذا ونحو ذلك؟ والله لا أسير معكم ولا أرجع. ومجرد ما قال الكلمة دي 300 واحد جاهزين مستنيين يعملوا إيه؟ يرجعوا. فهذا يدل على إنه شيء مدبر بليل، مش لسه بقى ماشي في 300 يقول لهم يلا نرجع ونحو ذلك، لا، ده مدبر بليل. مجرد ما قال بعض الكلام وقال والله لا أرجع، ال 300 راحوا لفين عكس وراحوا واخدين بعضهم وداخلين على فين؟ على المدينة. فتخيل أنت عدد جيش المسلمين كان في أحد كام يا أخوانا؟ كان 1000 لما خرج من المدينة، كان 1000، لما يرجع منهم 300 يبقوا 700، وجيش المشركين 3000، يعني حوالي 7 أضعاف. كم؟ 30 على 7 حوالي 4 أضعاف، حوالي 4 أضعاف وزيادة، 4 أضعاف وزيادة. ومع ذلك الله عز وجل نصرهم، كما قال تعالى: ولقد قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. سبحان الله العظيم. سورة آل عمران دي يا أخوانا حوالي 50 آية، منها اللي هي بدأت تتكلم عن يعني غزوة أحد،
هذه الآيات في الحقيقة تحتاج أن الواحد يقف يتمعن فيها، وهو ده الذي فعله ابن القيم. ابن القيم خد حوالي 20 صفحة تقريبا يذكر فوائد حول معركة أحد، يذكر حول يعني نزول القرآن في سورة آل عمران وما تعلق بالفوائد المتعلقة بأحد، لكن احنا هنختصر في الحقيقة وهناخد جزء فقط من هذه الفوائد. وأيضا قبل أن ندخل في الكلام عن الفوائد، لا أيضا يفوتنا أن في الحقيقة أن يعني نتذكر الروائع التي كانت في هذه المعركة، ولا يسع الوقت للكلام عنها، لكن نذكرها كأسماء، حتى عناوين، حتى كأسماء، يعني أشخاص فعلوا أفاعيل أو فعلوا من الأعمال ما هي روائع في الإيمان، روائع في الإيمان في هذه المعركة خصوصا. يعني أنا أذكر لكم أسماء فقط، يعني على سبيل المثال أنس ابن النضر رضي الله عنه، سعد بن الربيع، عبد الله بن حرام، خيثمة أبو سعد، عبد الله بن جحش، عمرو بن الجموح، أبو عبيدة رضي الله عنه بن الجراح، طلحة بن عبيد الله. كل واحد من دول لو وقفت على ما كان منهم في يوم هذه المعركة بطولات ومواقف عجيبة الحال، يعني في دقيقة واحدة أنس رضي الله عنه هو الذي يعني لما مات وجدوا به 70 جرحا رضي الله عنه، وهو الذي انطلق يقول للصحابة قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن الربيع اللي هو أعطى عبد الرحمن بن عوف نص ماله ومش عارف إيه ونحو ذلك، اللي كان بيعرض عليه يعني، سعد بن الربيع رضي الله عنه هذا الذي وجدوه في رمقه الأخير وجعل يقول لمن وجده يكلمه كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول له كيف حالك، يقول له بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل للأنصار أو كل إخواني من الأنصار يعني إياكم أن يعني يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم فيكم عين تطرف وكذا ونحو ذلك. عبد الله بن حرام، القصة الشهيرة بتاعت عبد الله بن حرام لما قتل في أول من قتل في المعركة وكلمه الله كفاحا وخاطب والله والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أن عبد الله بن حرام كلمه الله كفاحا. خيثمة أبو سعد، سعد بن خيثمة ده يوم بدر عمل قرعة مع أبي خيثمة، مين اللي يطلع لبدر؟ كل واحد فيهم عايز يطلع، جات القرعة لسعد الابن وقتل يوم بدر. خيثمة رآه في المنام ليلة أحد وهو يقول له يا أبتي الحق بنا، فلما كان يوم أحد قتل خيثمة رضي الله عنه ولحق بابنه في الجنة بإذن الله تعالى. عبد الله بن جحش رضي الله عنه الذي جعل يدعو الله تعالى أن يسلط عليه أشد رجل من الكفار فيقتله ويقطع أجزاءه، حتى إذا وقفت بين يدي الله يقول في دعائه حتى إذا وقفت بين يديك يا رب سألتني فيما جدعت يا عبد الله بن جحش، أقول جدعت فيك يا رب. وعمرو بن الجموح رضي الله عنه الذي كان أعرجا رضي الله عنه، كان أعرج له رجل قصيرة أو رجل أطول من رجل وهو من المعذورين، ومع ذلك لما أولاده أرادوا أن يعني يثنوه عن الخروج قال والله لا أطأن الجنة بعرجتي، وخرج وقاتل رضي الله عنه حتى قتل رضي الله عنه ودفن هو وصاحبه. كان هو وعبد الله بن حرام دول صحاب ما بيسيبوش بعض في الحياة ولا في أي مكان، وسبحان الله ماتوا معا في يوم واحد ودفنوا معا في قبر واحد، سبحان الله العظيم. أبو عبيدة رضي الله عنه صاحب الحديثة المشهورة اللي شد المغفر اللي دخل في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، المغفر ضربة سيف دخلت المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، مغفر حديد يقوم ياخده بسنانه عشان يعدله، سنانه كلها تسقط الأمامية، الثنايا كلها تسقط الأمامية، سبحان الله العظيم، فيكون أفضل هتم كما قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم، طلحة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. يعني من الفائدة يعني أنه اللي إن شاء الله يروح عمرة أو نحو ذلك، في أحد بيوزعوا كتاب هناك اسمه فضائل غزوة أحد أو دروس من غزوة أحد، كتاب رائع جداً اسمه دروس من غزوة أحد، دائما بيوزعوه في أحد، يعني من رزقه الله يعني إن شاء الله يروح. يقول فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام. قال منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، فمن لبس لأمته وشرع في أسبابه ليس له أن يرجع.
أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، يلزم بالشروع فيه. خلاص طالما لبست الشاهد للكلام هنا ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يعود بعد أن لبس لأمة الحرب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وعليه اللي خلاص تجهز للجهاد واستعد ولبس ملابس الجهاد والحرب، خلاص يبقى هذا صار الجهاد في حقه لازما. ممكن يعني يحتمل ذلك فعلا، يحتمل أنه يقال هذا خاص بالأنبياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي، يحتمل أنه يكون خاص بالأنبياء. نعم. ومنها أنه لا يجب الخروج إذا طرق العدو في الديار، لا يجب الخروج إذا طرق العدو في الديار. طب شاركوني أنتم بقى كده عشان مصحصحين. ومنها أنه لا يجب الخروج إذا طرق العدو في الديار. ها؟ أيوة تمام، هينقلب هنا إلى جهاد متعين وهو جهاد الدفع على الكل. لذلك قال أنه لا يجب الخروج إذا طرق العدو في الديار. كل إنسان ينبغي عليه أن يبقى في الدار لأجل ماذا؟ لأجل الدفاع، لأن هذه كانت خطة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى. ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد، وذلك لأن بعض النساء خرجنا من المدينة لما سمعنا بما حدث وجعلنا يشاركنا المسلمين في القتال، ومنهم نسيبة رضي الله عنها. نسيبة أم عمار بنت كعب بن المازنية دي رضي الله عنها، صاحبة يعني مناقب في القتال يعني كالرجال، فهي في هذه المعركة كانت تضرب بسيفها، وضربت رجلا من المشركين بسيفها ضربة شديدة، وقتلت من قتلت منهم، وضربها رجل منهم لعله قام هذا المجرم ضربها بسيفه فأحدث بها إصابة شديدة ظلت معها يعني في حياتها. ها؟ مسألة ماذا؟ عدتها؟ طيب. يقول: ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان. الشاهد أنه رجع يعني ولم يجز بعض الصبيان. ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد، وجواز الانغماس في العدو. لكن مسألة النساء العلماء في كتب الفقه الموسعة بيتكلموا بتفصيل، فيعني جملة الكلام أنه النساء لا مانع من خروجهن في الجهاد إلا إذا أيقن أن العدو ربما يصل إلى النساء ويتمكن منهن، يبقى لا يصحب النساء. لو قائد المسلمين يظن أن العدو هيصل للنساء ويتمكن من النساء لا يصحب معه النساء، لكن من حيث الجواز يجوز، وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم صحب بعض نسائه في بعض الغزو، وهذا كما يقول العلماء لغلبة الظن أنه يعني لا يصل إليهم العدو. نعم. يقول: وجواز الانغماس في العدو كما فعل أنس بن النضر وغيره. أنس بن النضر ده رضي الله عنه اللي ساعة الثغرة ما حصلت، الناس كلهم اللي قعد واللي فر إلى الجبل واللي دخل المدينة، أنس هذا رضي الله عنه شاب، كان شابا صغيرا، فأنس هذا رضي الله عنه جعل يقول في الناس ويمر بهم وهم قاعدون: لما تقعدون؟ فقال بعضهم: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه أشيع في المعركة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وقد قتل مصعب وفيه شبه كبير بالنبي صلى الله عليه وسلم، فظن المشركون أن الذي قتل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشاعوا ذلك في أرض المعركة. ولذلك شوف أثر الرؤوس والرموز لما تنكسر إيه اللي حصل، كثير من الجيش قعدوا وقالوا خلاص مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الشاب رضي الله عنه أنس بن النضر قال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأن الإمام وانطلق يقاتل كما يقول، وهي جواز الانغماس في العدو. الانغماس في العدو يعني ماذا؟ أنه يعني يوقن أنه يموت، أن المقاتل المسلم يعني إيش أشبه باليقين عنده أنه هيموت وهيقتل، لكنه أراد أن يحدث نكاية في العدو. وذلك أن أنس رضي الله عنه لما حصلت الثغرة وقعد الناس وفر البعض وصعد البعض،
جعل يقول فيهم قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلق يقاتل. فلقيه سعد رضي الله عنه، ويعني الأمر كان حرج جدا ساعتها، فقال إلى أين يا أنس؟ يعني أنت رايح فين؟ يعني العدو هو المتمكن في هذه الساعات أو في هذه الساعة، إلى أين يا أنس؟ فقال إلى الجنة، إني أجد ريح الجنة من ورائي أحد رضي الله عنه وأرضاه. قال وأن الإمام إذا جرح صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت المعركة جمع المسلمين وصلى بهم، وصلى يومئذ قاعدا صلى الله عليه وسلم من أثر الجروح. وإذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب إصابات خطيرة جدا وشديدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وشجت رأسه صلى الله عليه وسلم، شجت رأسه، ودخل المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصيب في رجله، ويعني بعض يعني أجزاء من جسده بكدمات شديدة جدا لما سقط في الحفرة التي حفرها له يعني كيدا المجرم اللي هو الذي كان يسمى أبو عامر الراهب، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق والعياذ بالله. قال وأن الإمام إذا جرح صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا. لكن هنا مسألة فقهية، وهي أن الراجح من أقوال العلماء أنهم يصلون قياما، هذا هو الراجح، وذلك لأن هذه السورة نسخت، وهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، هذه نسخت بفعله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فإنه لما خرج صلى الله عليه وسلم في مرض موته وجعل يصلي بالناس، وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فكان يصلي قاعدا وأبو بكر واقفا والناس وقوفا، ولذلك القعود منسوخ، وعليه فالإمام إذا صلى قاعدا صلوا قياما. وأن الدعاء بالشهادة وتمنيها ليس من المنهي عنه كما فعل ابن جحش، عبد الله بن جحش رضي الله عنه، أنه تمنى أن يقتل في سبيل الله وأن كافر يقتله. نعم. وأن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار كقزمان، وأن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار كقزمان. قزمان هذا رجل من المسلمين أيضا كان يقاتل قتالا شديدا وكان قويا وأحدث في المشركين نكاية عظيمة، لكنه أصيب إصابة أقعدته أو أعجزته هذه الإصابة، فلما كان ذلك عظم في نفسه أن يقتل، ولا سيما أنه صار يتألم ألما شديدا من إصابته، فضرب أو قطع بالسيف يعني أو داجه أو طاره أو نحو ذلك وقتل نفسه، وقتل أو أنه اتكى على زبابة سيفه وقتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هو في النار. نعم. يعني تقصد تقول أنت يكفر؟ الراجح من كلام العلماء بل الصحيح أن المسلم ولو قتل نفسه لا يخلد في النار، ولو قتل نفسه. والإمام مسلم رحمه الله بوّب في كتاب مسلم قال باب أن المنتحر لا يخلد في النار، أو كلمة نحوها، باب أن المنتحر لا يخلد في النار، لكنه يعذب على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة عذب فيها بها في النار، ومن تحسى سما عذب به في النار ونحو ذلك. نعم. ما هو ده اللي استدل به مسلم، الإمام مسلم ذكر حديث صاحب المشاقص، وهو ده اللي استدل به على أن المنتحر لا يكفر. نعم. ده أدعى طبعا أنه ما يقالش، ده مرفوع عنه القلم، ده أدعى أن يقال، ده أصلا ما ده مرفوع عنه القلم أصلا. ماشي، يعني من كان لا عقل له سواء كان باضطراب نفسي بجنون نحو ذلك هذا خلاص مرفوع عنه القلم، إنما الذي يقتل نفسه عاقلا عالما لكنه
مات على الإسلام موحدا لا يخلد في النار. تنفعه لا إله إلا الله، تنفعه لا إله إلا الله. أمر أن يقتل نفسه مكرها، يعني تقصد مكرها؟ المكره لا إثم عليه، المكره لا إثم عليه. قال الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره كل ما يتعلق بالمكره لا يحاسب عليه. نعم. نعم. لو مثلا على هذا الحديث مثلا وكانوا دخلوا النار ودخلوها طاعة للأمير، فلا بد من تأويله على عدم الخلود أيضا، لأن التوحيد ينفعهم، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خرجوا منها إما أن يحمل على الاستحلال، يعني لو أنهم استحلوا هذا الأمر وأنه حلال وكذا ونحو ذلك، أو على طول المكث والخلود، يعني المعنى الطويل، يعني العذاب الطويل. قال وأن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه إلا أن يسلبها. وأن الشهيد يعني من الأحكام المأخوذة من الغزوة أن الشهيد لا يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد رضي الله عنهم. أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أنهم لا يصلى عليهم لأن الصلاة شفاعة، وهم عندهم أعظم شفاعة وهي للشهادة. وقال ولا يكفن في غير ثيابه إلا أن يسلبها. لا يكفن الشهيد في غير ثيابه، الثياب التي مات فيها هي التي يكفن فيها. نعم، لأنه بالفعل يبعث بهذه الثياب. قال إلا أن يسلبها، يسلبها يعني بعد ما قتل الكفار اللي قتلوه جردوه من ثياب، كما حدث مع حمزة رضي الله عنه، فإن حمزة لما قتلوه جردوه من ثيابه وتركوه عاريا وقد مثلوا بجثته. ولذلك عليه يحمل الحديث الذي فيه أن صفية رضي الله عنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة. بعض العلماء ظن أن هذا فيه جواز تكفين الإيش؟ الشهيد بكفن غير ثيابه. لا، ده لأن حمزة رضي الله عنه كان قد سلب. نعم. قال وأنه إذا كان جنبا غسل كحنظلة. الشهيد لو علمنا أنه مات على الجنابة يشرع التغسيل امتثالا لي أو يعني قياسا على تغسيل الملائكة لحنظلة. وأن الشهداء يدفنون في مصارعهم لأمره برد القتلى إليها. والشهيد يدفن حيث مات، الشهيد يدفن حيث مات في أرض المعركة، يدفن حيث مات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل بعض الناس قتلاهم وأدخلهم إلى المدينة أمر بردهم إلى أرض المعركة، ودفن دفن السبعون جميعا، دفنوا في أرض المعركة، وهو إلى الآن الحمد لله يعني السبعون معا في أرض المعركة. قال وجواز دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وهذا في الحقيقة مع الضرورة، يعني إنه لو المسلمين عندهم حاجة خلاص يجوز دفن الواحد والاثنين والثلاثة في القبر الواحد، ولكن الأصل هو أن يدفن الواحد في قبر واحد. قال وهل دفنهم في ثيابهم استحباب أو وجوب؟ قال ثاني أظهر، يعني دفن الشهداء في ثيابهم التي قتلوا فيها على الاستحباب ولا على الوجوب؟ قال الثاني أظهر، وهو كما قال الثاني أظهر اللي هو على الوجوب. ومنها أن المعذور كالأعرج يجوز له الخروج، إشارة إلى من؟ عمرو بن الجموح رضي الله عنه. وأن المسلمين إذا قتلوا مسلما يظنونه كافرا في الجهاد فديته في بيت المال. وأن المسلمين إذا قتلوا مسلما يظنونه كافرا في الجهاد، إذا قتلوا مسلما يظنونه كافرا في الجهاد فديته في بيت المال. قال لأنه أراد أن يدي أبا حذيفة بن اليمان فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أبوه اليمان
كان قد خرج في صفوف المشركين لكنه أراد أن يلحق بالمسلمين، أراد أن يلحق بالمسلمين وكان أسلم، أراد أن يلحق بالمسلمين. وكان حذيفة رضي الله عنه لا يعلم، فأخبره أبوه، فلما أخبره أبوه أخذه حذيفة وجعل يعني يحصنه من أصحابه المسلمين، لكنهم رضي الله عنهم مع شدة القتال ويعني حميته قتلوه من تحت رجل يعني حذيفة رضي الله عنه، ظنوا أن حذيفة بيحميه من باب ماذا؟ الحمية والعصبية لأبيه ونحو ذلك، فقتلوه من تحت يعني يد حذيفة رضي الله عنه. فلما كان ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يدفع ديته لحذيفة من بيت مال المسلمين، فقال حذيفة هو لله ورسوله وللمسلمين ولم يأخذ يعني الدية. قال فأما الحكام التي في هذه الواقعة فقد أشار سبحانه إلى أمهاتها في سورة آل عمران من قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى آخر الآيات يعني. قال فمنها تعريفهم بسوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع ليستيقظوا ويحذروا من أسباب الخزلان، نسأل الله العفو والعافية. تعريفهم بسوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، إن ربنا سبحانه وتعالى عاتبهم في سورة آل عمران، وأن بيّن لهم أن الاختلاف والتنازع سبب للفشل، وأن هذا الفشل يؤدي إلى ذهاب قوتهم، وهذا الذي حدث في يوم أحد، فإنهم لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على الجبال حصل لهم ما حصل، ولذلك عاتبهم الله سبحانه وتعالى وبين لهم أن هذا سبب ضعفهم وسبب إدالة العدو عليهم. قال وأن حكمة الله جرت بأن الرسل وأتباعهم يدالون مرة ويدال عليهم أخرى، هذه سنة الله سبحانه وتعالى إنه يجري هذا الأمر على المؤمنين، إن مرة للمؤمنين ومرة مرة لهم ومرة عليهم، مرة لهم ومرة عليهم، يعني مش مقصود مرة بالتحديد بالعدد، يعني أوقات يجعلها الله لهم النصر لهم، وأوقات يجعل الأمر عليهم، وإن العدو هو اللي يهزمهم والكفر يهزمه والكفر يتسلط عليهم. أي نعم، لحكم عظيمة جدا يريدها الله سبحانه وتعالى هيشير إليها في أثناء الكلام. قال ويدال عليهم أخرى لكن تكون لهم العاقبة، فلو انتصروا، أي دي الحكمة بقى العظيمة، فلو انتصروا عليه دائما لم يحصل المقصود، لو انتصروا عليه دائما لم يحصل المقصود. لو كان كل معارك الإسلام والمسلمين بينتصروا فيها على الكفار، فمن أين يكون الابتلاء، من أين يكون الشهداء، من أين يكون الامتحان، فضلا عن أشياء أخرى يشير إليها بعد ذلك، والانكسار والذل والافتقار لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ودي حكمة إنه هو أيضا ليبين الخبيث من الطيب، إنه لو كل مرة المسلمين هم اللي بينتصروا هيبقى في وقت من الأوقات الناس كلها خلاص هتبقى مسلمين وما يبقاش في حد كافر، لكن لابد يجعل الكفار في بعض الأوقات قوة على المسلمين علشان يقوى على المسلمين يقوم يحصل نوع من التدافع بين أهل الحق وأهل الباطل. وفي الحقيقة ومنها الآية دي في الأصل عند ابن القيم في الأصل في كتاب زاد المعاد في الأصل أيضا أشار إلى حكمة من خلالها، وهي أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، إن الحاجات دي بتبين الناس وبتبين معادن الناس، المحن والشدائد بتبين معادن الناس. ولذلك لما خرج المشركون المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بان معدنهم، ولذلك لما في أثناء الطريق رجعوا ليميز الله الخبيث من الطيب. قال أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق كما ميزهم بالمحن يوم أحد. قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز بين هؤلاء وهؤلاء، مين اللي يعرف أن دول منافقين؟ مين اللي يعرف المنافقين؟ الله سبحانه وتعالى. طيب ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يري المؤمنين أن هناك في الصف
من ليس مؤمنا خالصا. فهنا يقصد بكلمة بالآية وما كان الله ليطلعكم على الغيب. النفاق ده شيء غيبي ولا شيء مطلع عليه الإنسان؟ غيبي. لكن ربنا يجعل بعض الأحوال تحصل عشان المؤمنين يعرفوا الأشخاص اللي هم إيه؟ اللي هم فيهم نفاق والعياذ بالله، يوم يرجعوا زي ما رجعوا نحو ذلك. قال: وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا. وقوله: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، استدراك لما نفاه من اطلاعهم على الغيب، أي سوى الرسل، فإنه يطلعهم على ما يشاء، يعني مثل ما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين وأسمائهم. نعم. كما في سورة الجن: فسعادتكم بالإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله، فإن آمنتم به واتقيتم لا كان لكم أعظم الأجر. ومنها استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء، وفيما يحبون وفيما يكرهون، فإذا ثبتوا على الطاعة فيما أحبوا وكرهوا فهم عبيده حقا وليسوا كمن يعبده على حرف. أيضا من الحكم في هذه الغزوة أو هذه المعركة التي هي حكمة لكل المؤمنين إذا ابتلوا في أي زمان، استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء. الأولياء في السراء والضراء يصبرون يثبتون، ولذلك قال في سورة آل عمران: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. قال: ومنها أنه لو بسط لهم النصر دائما لكانوا كما يكونون، لو بسط لهم في الرزق فهو المدبر لهم كما يليق بحكمته أنه بهم خبير بصير. لأنه لو بسط لهم النصر دائما لفسدت نفوسهم ولطغت واستعلت، أليس كذلك؟ ألم يقل بعضهم يوم حنين كما قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وذلك لأن بعض الناس قال: لن نغلب اليوم من قلة. طب تخيل بقى، هو لما كل مرة ينتصر ينتصر ينتصر، احنا أولياء بقى، وده شيء مع يعني احنا بس يعني هنبعد كده عن تاريخ الأفاضل وخلينا في التاريخ بتاعنا المليء بالآلام ده. احنا مثلا لما حصل من سنتين كده التيار الإسلامي، يعني الناس كده وثقوا فيه وقالوا ده ناس طيبين وخلاص، وهم دول اللي نيجوا ناس كويسين وطهرين ونضافوا ونحو ذلك. ماذا حدث؟ حصل نوع من الايه؟ العجب والعياذ بالله. احنا خلاص كده وصلنا وعليه احتقار لكل يعني ما كان غيره ودونه، ولذلك تأتي الهزيمة والعياذ بالله. ومنها أنهم إذا انكسروا له استوجبوا النصر، فإن خلعة النصر تكون مع ولاية الذل، كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. أنهم إذا انكسروا له استوجبوا النصر. سبحان الله العظيم. يعني النصر بيأتي بماذا؟ بالانكسار لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى كررها في الآيات في سورة آل عمران: وما النصر إلا من عند الله. اوعى تظن ان النصر انت لك فيه شيء، النصر من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما رجعوا من بدر، من بين المواقف يوم بدر لما رجعوا والمسلمون خرجوا يستقبلون الجيش الراجع من بدر، فبعض الشباب لعله اسمه سلمة بن سلامة رضي الله عنه، فجعل لما الناس يرحبون بهم ويسلموا عليهم فقالوا: على ما تهنئوننا؟ والله ما لقينا إلا صلعا أغمارا نحرناهم نحر الإبل. انتوا يعني احنا ما فيش خدوش في ايدنا ايه؟ غلوة يعني بالتعبير العام بتاعنا احنا. ما والله ما لقينا إلا صلعا أغمارا، ده شوية عواجيز وخلصنا عليهم وجينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي إنهم القوم. وفي بعض الروايات قال: لا تزدري نعمة الله عليك. ان اوعى تظن ان انت نفسك ولا حاجة هي سبب النصر، وده والعياذ بالله يكون سبب الهزيمة مش سبب الايش. النصر عندما يعجب الانسان بنفسه او يجد انه هو سبب النصر ونحو ذلك، وانه احواله واحواه وعقله ومخه وعضلاته وكل الاشياء هذه هي سبب النصر، تأتي الهزيمة. نسأل الله العفو والعافية. قال: ومنها أنهم إذا انكسروا له استوجبوا النصر، فإن خلعة النصر تكون مع ولاية الذل. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السابقين خصوصا حالهم تجد فيه أنه يأتون إلى المعارك
تجد الكل يصلي، الكل يدعو. ليلة بدر باتوا جميعا، المصلي والداعي وغيره، لما فتحوا مكة ما احتفلوا بالاحتفالات اللي بيحتفل بها الناس في الفتوحات، باتوا ليلتهم قائمين لله ساجدين. ولذلك أسلم كثير من أهل مكة بسبب هذه المشاهد. أي نعم. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، الآية. قال: ومنها أنه هيأ لعباده منازل لا تبلغها أعمالهم ولا يبلغونها إلا بالبلاء، فقيده لهم بالأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائهم وامتحانهم كما وفقهم للأعمال الصالحة. يعني من هذه الحكم أنه هيأ لعباده منازل لا تبلغها أعماله. الله سبحانه وتعالى قد يريد لك أحيانا منزلة عالية في الجنة لا يبلغها عملك أنت، فلأجل أن يبلغك هذه المنزلة يجعل ماذا؟ يجري عليك البلاء. ولذلك هذا البلاء يكون لك نعمة من الله سبحانه وتعالى. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو معنى الحديث يعني إن الله لا يجعل الدرجة في الجنة للعبد لا يبلغها بعمله، فلا يزال يبتليه حتى يبلغها في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها أن العافية الدائمة والنصر والغنى يورث ركونا إلى العاجلة. قال: ويثبت النفوس ويعوقها عن السير إلى الله، فإذا أراد الله كرامة عبد قيد له من البلاء ما يكون دواء لهذا. أن العافية الدائمة والنصر والغنى يورث ركونا إلى العاجلة. العاجلة يعني الدنيا. لو كل نصر 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 دائما، يبقى الناس هتركن إلى أسباب الدنيوية وأسباب الدنيا، وهتركن إلى الدنيا. يعني أنه الدنيا ماشية نصر على طول، خلاص هيزهد فيها. أما إذا كانت الدنيا أحيانا تكون له أحيانا تكون عليه، يفكر في ماذا؟ في الآخرة، ولا يتمسك بالعاجلة. الحقيقة أنه الفوائد كثيرة جدا والحكم كثيرة جدا. يعني اختصارا للوقت، أنا أترك في الحقيقة البقية للإخوة يقرؤونها، وهي كلها تدور حول الآيات في سورة آل عمران، وكيف استخرج منها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كل هذه الفوائد وكل هذه الحكم العظيمة. فيعني إخواننا يعني إن شاء الله يقرؤوها يعني عندما يرجعون بإذن الله تعالى، لأجل أن نقف في المرة القادمة عند قوله: وفصل ولما انقضت الحرب وانكفأ المشركون فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة، إلى آخره، إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوب المسلمين، وأن يقيهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا ويحفظ المسلمين، وأن يجمع شملهم ويوحد صفهم، وأن ينصرهم على عدوهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الكائدين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن ينصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا إنه ولي ذلك وقادر عليه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.